الحمد لله البديع الهادي إلى بيان نهي الرشاد أمد أربابا نهار رسلا شمس البيان في صدور العلماء فأبصر المعجزة القرآن واضحة بساكع البرهان وشهدوا مع طالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار فنزعوا القلوب في ريانه وأوردوا الفكرة على حياده ثم صلاة الله ما ترنما هدي سبل عيسى في أرض الهما على نبينا الحبيب الهادي أجل كل نطق بالقاضي محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي ثم على صاحبي صديقي حبيبه وعمر الفاروقي ثم أبي عمرو إمام العابدين وسكوة الله إمام الزايد ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصات والبراعة والحسن والنجدات والشجاعة ما عطف القلب على القرآن مرتضيا لعارة العرفان هذا وإنه تهدي إلى موارد شريفة ونبد بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي وترك ما خص به من عجبي لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كالنباب وقد دعا بعض من الطلاب يرجى إلى الصواب برجز مفيد مهتب مناقب سديد ملتقى من درر التلخيص جواهر بديعة التخليص سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجود في التهذيب سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون وليس في الإيهام وتهاكم
Jatil Maimoni